مزيد ينضم لنا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. 100 سنة من العلاقات بين مصر والبرازيل، أهمية زيارة الرئيس سيلفا إلى القاهرة في هذه الأيام؟ ده حتى قبل عمل العلاقات أو تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل قبل 100 عام، كان هناك علاقات متميزة جدا بين الشعب المصري والشعب البرازيلي. وهنا نتذكر زيارة إمبراطور البرازيل إلى مصر سنة 1871، يعني في القرن 19. والبرازيل وشعبها دائما كانوا يعجبون بالنماذج التنموية لمصر، وجاء إمبراطور البرازيل إلى مصر في ذلك الوقت المبكر جدا لينقل عن الشعب المصري حضارته وثقافته، حتى أن المتحف الوطني الموجود في البرازيل الآن تم أخذ فكرته من المتحف المصري في ميدان التحرير، لأن ميريت باشا العالم المصري المعروف في الأثار هو من شرح هذه الفكرة للإمبراطور الياباني في ذلك الوقت. عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، كان للبرازيل موقف متميز للغاية، وحرصت البرازيل من خلال في مجلس الأمن على مطالبة دول العدوان الثلاثي بالانسحاب من مصر. ليس هذا فقط، بل أن البرازيل في ذلك الوقت أيضا هي من دعت إلى أن يتحمل المجتمع الدولي يعني تمشيط قناة السويس وإعادتها للعمل مرة أخرى بعد العدوان الثلاثي على مصر، وذلك كان في نوفمبر عام 1956. هذا يؤكد أن هناك علاقة تاريخية وعلاقة قوية جدا تربط الشعبين المصري والبرازيلي، وهذا يؤسس أيضا لعلاقة مستقبلية، لأن أنا في تقديري زيارة الرئيس دي سيلفا لمصر، وبالمناسبة سوف يكون اللقاء الثالث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربما التقرير أشار إلى زيارته ومشاركته في كوب 27 في نوفمبر 2022، لكن أيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دي سيلفا على هامش قمة 20 في سبتمبر الماضي في نيودلهي، وبالتالي هذا اللقاء سوف يكون اللقاء الثالث بين الزعيمين. مصر والبرازيل لديهما مقدرات كبيرة جدا يمكن من خلالها أن تكون هذه الزيارة منصة لإطلاق مزيد من التعاون ومسارات التعاون في كافة المجالات، سواء المجالات السياسية أو حتى الاقتصادية والتنموية. البرازيل معروف أن هي أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، دولة عملاقة بالفعل، هي قارة مساحتها 8.5 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها أكثر من 215 مليون. هي دولة فيها يعني غابات الأمازون التي تشكل رئة العالم، والعالم كله ينظر إلى البرازيل، والعالم عندما يتحول ناحية الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة والحفاظ على كوكب الأرض. أيضا البرازيل مصدر مهم جدا لكثير من المنتجات التي تستوردها مصر من البرازيل، مثل البن البرازيلي، اللحوم، الدواجن، الورق، معروف أن العايزين يعملون في الطباعة يعتمدون في عملهم على الورق القادم أو المستورد من البرازيل. لذلك أنا في رأيي حجم التجارة بين البلدين، وهو اللي بلغ حوالي 2.4 مليار دولار في العشر شهور الأولى من عام 2023، لا يعكس عمق العلاقة بين البلدين ولا يعكس المقدرات الكبيرة التي لدى البلدين. مصر سوق كبير حوالي 100 مليون نسمة، أيضا هي مفتاح للدخول إلى القارة الأفريقية، والبرازيل هي عضو في تحالف المركسور اللي بيضم أيضا مع البرازيل كل من الأرجنتين وباراغواي وأرجواي، وبالتالي عندما يتم التصدير إلى البرازيل يمكن أيضا لهذه البضائع والخدمات أن تنفذ إلى الدول الثلاثة الأخرى. أيضا مجال مهم جدا هو مجال السياحة، معروف أن البرازيل هي أكبر دولة في العالم لديها عدد سكان من الذين يؤمنون بالمذهب الكاثوليكي، وهؤلاء يهتمون جدا بمسار العائلة المقدسة، وبالتالي يمكن أن يكون هناك يعني ملايين من السائحين البرازيليين لهذا المسار دعما للسياحة المصرية. هناك أيضا توافق مصري برازيلي في المجال السياسي. البرازيل هي عضو
في البريكس التي انضمت إليها مصر بداية من هذا العام. البرازيل عضو في تجمع العشرين، وأيضا البرازيل ومصر كانوا دائما في عدم تكتل عدم الانحياز ومجموعة 77، وهما دائما من يحمل لواء الدفاع عن قضايا شعوب الجنوب والمطالبة بالعدالة في العلاقات الدولية، وأيضا إصلاح المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس، وكلها أهداف مشتركة ما بين مصر والبرازيل، بالإضافة أن البرازيل من أكثر الدول التي دعت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67. ليس هذا فقط، هي من تروج لهذه الفكرة، وكان لديها تصور أن يقوم مجلس الأمن بالاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لكن كما تعلم الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض الفيتو. حتى في الحرب الحالية، الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، أتذكر أنه في الأسبوع الأول من الحرب البرازيل تقدمت بمشروع قرار لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، لكن ايضا الولايات المتحدة الامريكية وقتها استخدمت حق النقد الفيتو. يعني نتحدث عما يشبه التطابق في وجهات النظر. دكتور ايمن، هل المحور الرئيس في هذه الزيارة هو الاقتصاد، سيضغى على كل المحاور، ام هناك مباحثات اخرى؟ لا، الاقتصاد بجانب السياسة، وكما تعلم يعني السادة المشاهدون السياسة والاقتصاد عملة واحدة. البرازيل بهمها في الفترة الأخيرة أن يكون لديها حضور في الأجندة الدولية. يعني أنا في تقديري الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا من الرؤساء القلائل في العالم الذي يستطيع أن يكون في الصباح في البيت الأبيض وفي اليوم التالي أن يكون في الكريملين وفي موسكو وأيضا في الصين. لذلك البرازيل بتحاول أن تلعب دور كبير جدا في التواصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب والصين وروسيا من جانب آخر. هي تريد أن تكون جسر للسلام والاستقرار في العالم. هذا يتفق تماما مع وجهة النظر المصرية والدور الذي تقوم به مصر، باعتبار أن مصر هي قوة استقرار وهي قوة السلام في الإقليم العربي وفي الشرق الأوسط وفي الشرق المتوسط. وبالتالي هناك تناغم كبير جدا ما بين الأهداف والأدوات البرازيلية والأهداف والأدوات المصرية. كل من البرازيل ومصر بيدعو دائما إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام النمط التنموي والسياسي لكل شعب ولكل دولة، وأن هذا هو من يخلق السلام ويخلق الاستقرار. ودائما مصر والبرازيل بيتفقوا على الدعوة دائما للعمل في المساحة المشتركة بين الدول والشعوب بعيدا عن النقاط الخلافية. لذلك أنا في رأيي نعم، زيارة الرئيس أو جولة الرئيس دي سيلفا في أفريقيا ومنها زيارته المهمة إلى مصر بتركز على أهداف كبيرة تتعلق بالحفاظ والدفاع عن مصالح عالم الجنوب في ظل عدم العدالة في العلاقات الدولية. بيدافع أيضا عن كيفية أن يكون للجنوب صوت في صياغة المعادلات الدولية والقرارات في المؤسسات الدولية، سواء في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، حتى في الأزرع والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة. لكن في ذات الوقت أيضا الأهداف الاقتصادية في غاية الأهمية. نحن لدينا اتفاقية مع البرازيل حول التجارة الحرة. هذه اتفاقية التجارة الحرة سمحت لحوالي 47% من البضائع والسلع المصرية أن تنفذ إلى البرازيل بدون جمارك أو جمارك يعني قليلة للغاية. في هذه النقطة دكتور أيمن، اسمح لي بالمقاطعة، حضرتك ذكرت أنه البرازيل أكثر من 200 مليون نسمة، وطبعا مصر نصف هذا العدد تقريبا 100 مليون، ودولتين أعضاء في البريكس كمنظمة اقتصادية دولية. هل 2.4 مليار بيمثل تعبيرا حقيقيا عن حجم الدولتين، خاصة لما بنتكلم أنه البرازيل هي بوابة مصر لأمريكا اللاتينية، وبرضو في نفس السياق مصر هي بوابة البرازيل لأفريقيا؟ طبعا لا، بالتأكيد. يعني هذا الرقم قليل جدا، لا يتوافق أبدا مع حجم العلاقة التاريخية والثقة المتبادلة بين القيادتين والشعبين، ولا يعكس هذه المقدرات. أنا في رأيي يعني ينبغي وضع هدف استراتيجي للتعاون ربما يزيد حتى عن 10 أو 15 مليار دولار، وهذا رقم ليس صعبا في ظل ما يتمتع به البلدين وفي ظل ما يمكن أن تتكامل به البلدين في الكثير من السلع
والخدمات. نحن لدينا بالإضافة كنت أتحدث إلى حضرتك والسادة المشاهدين عن يعني حوالي 47% من الصادرات المصرية معفاة من الجمارك عندما تدخل إلى البرازيل. هذا يشجع المصدرين المصريين للعمل مع نظرائهم في البرازيل. نفس الأمر مصر عضو في كل اتفاقيات التجارة الحرة في أفريقيا، سواء الكوميسا أو الساداك أو اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الكبرى أو اتفاقية التيسير العربية، كل ذلك يضفي على مصر ميز أو مميزات نسبية كثيرة تدعو أيضا رجال الأعمال البرازيليين لمشاركة نظرائهم في مصر، سواء في التجارة أو حتى في نمط الاستثمار المشترك. لذلك أنا في رأيي يمكن العمل في مجال الاستثمار المشترك، وهذا يفيد البلدين من خلال توطين بعض الصناعات البرازيلية في مصر، أيضا أن تتحول بعض مناطق التجارة الحرة سواء في محور قناة السويس كمنصة لتوزيع هذه المنتجات ليس فقط في السوق المصري لكن في السوق الأفريقي. نعم، هذا الرقم لا يعكس العلاقة القوية بين البلدين ولا يعكس المقدرات الموجودة لدى الشعبين، ويمكن العمل من خلال مجلس الأعمال البرازيلي المصري المشترك الذي يجمع رجال أعمال من البلدين لاكتشاف مساحات جديدة وفرص جديدة سواء للاستثمار أو للتجارة بين البلدين. سؤالي الأخير دكتور أيمن، وأنت تتحدث عن الفرص الاستثمارية بين البلدين، زيارة الرئيس البرازيلي لمصر تأتي بعد سويعات من زيارة الرئيس التركي إلى مصر، كيف ترى الدبلوماسية الرئاسية المصرية؟ بالتأكيد هذا بيعكس يعني حيوية الدبلوماسية المصرية وقدرتها على التواصل مع كل دول العالم، سواء كانت دول عظمى، دول كبرى، دول متوسطة، دول صغيرة. بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يستقبل نظيره التركي وهو من نفس المنطقة من الشرق الأوسط ومن الشرق المتوسط، اليوم يستقبل الرئيس البرازيلي وهو يأتي من مسافة بعيدة تزيد عن 10,000 كيلومتر من أمريكا اللاتينية. هذا بيؤكد أولا أن السياسة أو الدبلوماسية الرئاسية المصرية تحظى أولا بالقبول والمقبولية لدى الجميع، الجميع يخطب يعني ود مصر ويريد الاستماع إلى وجهة النظر المصرية. نعم. الرئيس البرازيلي لم ينتظر. أشكرك وأعتذر منك لانتهاء وقتي يا دكتور أيمن سمير خبير علاقات دولية، شكرا جزيلا لك.